تتمونا خلا الله. فنبي نذكر في حاجتين أخيرات تبع الكورس اللي كملناها أمس. ضروري تتذكروا أنها تقدر تخش على المانول لما تدير كوماند مان. أنا طبعا في الماك هنا لكن هي نفس الشيء. مثلا نبي ندير مان لبرنامج معين، هذا هي اكس بي ار، نقدر نطلع المانوال بتاعه. المانوال مفروض مانوال تام، فسطه اسم البرنامج، ديسكريبشن بتاعه، فسطه العديد من طرق الاستعمال للبرنامج وغيرها من الحاجات، اكزيت ستاتس بتاع البرنامج، كيف تعرفه يعني نجح ولا ما نجحش في اللي يدير فيه، اكزامبلز الاستعمال وريفرنسز وحاجات تانية ممكن تستعملها، الهيستوري بتاعه والاوتوس بتاع البرنامج. المان كوماند يعني مهم بس انت تقدر تعرف شنو صاير. وعليكم السلام. المان كوماند مهم بس تقدر تخش على المانوال وتقدر تثبت المعلومات في البرنامج. هو يعني ممكن تكون يعني احسن من انك تبحث فيه في الانترنت وتدور، و ممكن تاخذ منك وقت اكثر. هنا المفروض المعلومات كلها موجوده. في حاجه ثانيه نبو نوريك كيف توصل في دوكيومنتري بتاع دوكيومنتيشن بتاع حاجه معينه. مثلا انا نبي ديبيان دوكيومنتيشن، نجي نخش على الدوكيومنتيشن بتاع ديبيان في الموقع الرسمي بتاعهم. ويبسايت عندي في مشكلة حاليا. يمكن ندير جي بي جي دوكيومنتيشن. تعرف فيرجن بتاعي جنوب بي جي هذاك تكلمنا عليه امس، هو جنوب برايفسي كارد بتاع دير انكريبشن. هذا البايثون فيرجن ليتست فيرجن تاع كيف نوري فيك كيف تخش تدور الدوكيومنتيشن من الموقع الرسمي تاع البرنامج اللي انت تبي تقرا عليه. كيف تبي تقرا على برنامج معين او واجهتك مشكله معينه الاحسن انك تخش على الدوكيومنتيشن. وعليكم السلام. انك تخش على الدوكيومنتيشن تاع البرنامج نفسه، الدوكيومنتيشن الرسميه تاع البرنامج ديما احسن. اكيد اطول لكن في النهايه تطلع بمعلومات كافيه احسن اكثر من لو انت بحثت على مشكله معينه فقط. تمام. فهيك احنا كملنا الكورس الاول، اخذنا على المانوال والدوكيومنتيشنز، و نبي نوريكم حاجه ثانيه اللي هي جنو برايفسي جارد مره ثانيه. نديرو تاتش فايل توا، حاليا عندي فايل اسمه فايل هنا، نبي ندير له انكريبشن. فبندير جي بي جي داش اي فايل، يعطيني يوزر اي دي مثلا، يقول له يوزر تنجربوه في لينكس خلاص. المهم انا عندنا حاجه اخيره نبي نوريها لك، اي اكس بي ار. من يسالني امس على كيف نضرب في الترم، انت سالتني تبي دير ضرب جمعه اوكي. انت سالتني في برنامج اسمه اي اكس بي ار. اي اكس بي ار تعطيه 1 بلس 1 يعطيك 2، اي اكس بي ار تعطيه 2 تايمز 2 يعطيك سنتكس ايرور، لان انت هيا ضروري دير كابسوليشن في كوتيشن فريمز، لان اسكس زي ما نقول كي وورد تستعمل الحاجه الثانيه. وتقدر يعني تو بعدين احنا حس على موضوع لما ينبعث ارجيمنت. انت تقدر تديرها تقدر تدير مثلا ان 1 ايكوالز 2 ان 2 ايكوالز 2 حتى هي. بعدين دير انا ايكو
دولار ساين اكس بي ار دولار ساين ان 1 بلس دولار ساين ان 2 تعطيني 4 هذه تخدم في داخل سكريبت يعني كالكوليتر اكس بي ار دير مان اكس بي ار يطلع لك نو ايفالويت اكسبريشن A utility that evaluates expression and writes the result on the standard output. سلام. EXPR. دولار ساين هي وبين قوسين. خزنك التنفيذ ولا الكوماند؟ لا. هي باش تنفذ الكوماند اللي صاير. هنا عندنا زوز حالات، عندنا حالة اللي فيها دولار ساين ونفتح بارنتسيز ونسكرهم، هنا كوماند حيتنفذ. لكن لما ندير دولار ساين وندير بجنبها اسم هذا بيكون فاريبل. لا عادي، اللي بين قوسين هذا باش تنفذ كوماند تام وتحط نتيجته كأنك كتبتها هنا، يعني هنا كأنك كتبت ايكو 4 هنا. كيف طلعت 4 هي ناتج الكوماند اللي فصل البارنتسيز، يعني هي زي ما نعرف احنا في الرياضيات اي حاجه في بارنتسيس تنفذ قبل اي حاجه برا بارنتسيس، فنفس الموضوع هنا ينفذ فهي وبعدين ينفذ في الباقي كمان بعد ما تطلع. ولا حاولت يا باشمهندس اكس بي ار ايفالويت اكسبريشن اللي هي زي الكالكوليتر داخل هي مش الفرق في الفول سكرين انا بكبر الخط هو تجبر هيك الخط لما يكبر شوي المهم هذا هو احنا كملنا هذا هو موضوع هو موضوع تذكيري فقط تمام بالنسبه للمانوالز والدوكيومنتيشن والجي بي جي والايفالويت اكسبريشن ما في عناش في مشكلة إن شاء الله لا. بالنسبة لـ XPR تمام، بالنسبة لـ Reading Manuals و Documentations واستعمال Tool GPG بتاع Encryption 100% GPG تبعنا معها لما تبعنا ديب ديكريب تقريبا ما تشفرتش عرض البيانات نعم أمس زي اللي عرض البيانات صح شن صار أمس في حاجه اسمها جي بي جي ايجنت يدير في كاشينج للباسورد لما انت تحطها يديرها في كاشينج لين تدير لوج اوت او انت تسكر السيشن هي بتاع التيرمينال في فلاج تقدر تديرها بس ما يديرش فيك والفلاج هو يعني زي تو تقدر تديرونه تو بنديروه غير انا حاولت نديرها هنا لقيتها مختلف شويه في الماك على لينكس فلذلك بنستنى لين نحوله في لينكس بط عندي انا رموت يوتش ما لكن هو يوزر السير هو المربوط طب نبدا كورس جديد اللي هو ليفل 2 في لينكس قلنا سلاش لينكس ليفل 2 نعم لا مش دوكر دوكر ثالث كورس دوكر تو هنا مور ادفانس قلنا سلاش لينكس بعدين ثالث دوكر بعدين بنخش على دوكر سوان بعدين كوبرنيتس بعدين رانش تمام هنا بندير ابلود نعم حاضر دقيقة بس ندير ابلود ونعمل نجيب معك Thank you.
كباسورد ومسارات 1 2 3 دير لكم في فولدر جديد فصله الكورس ليفل 2 لا رابط ثاني هذا كل كورس نديروا رابط بروح ندير سير من هنا بارك منك حتى للسير نعم تمام هيك تلقى عندك لينك جديده دير مسارات وانت تري طالع سلايد التو بنسفو لا في الجروب اللينك توزع لينك دير مسارات وانت تري يطلع لنا ال بس بس واحد اثنين ثلاثة مسارات واحد اثنين ثلاثة من هذا الكورس أوتلاين بتاع الكورس الجديد بي دي اف بتلقى الدوت كي برا وفي فولدر اسمه بي دي اف تخش عليه تلقى بي دي اف هذا كورس اوتلاين بتاع الكورس الجديد جنو سيشن لينكس ليفل 2 اول حاجه اليوم بديروا سيشن على تكست مانيبيوليشن بروجرامينج دي بي تكست مانيبيوليشن ريبليس تكست سيرش تكست وهكذا بعدين بنخشوا غدوه ان شاء الله على ادفانس نتورك كونفيجريشنز غدوه خميس حنستعملوه شويه في الدوكر يمكن شويه في انت قلت لي بتسال قلت لي ممكن يضيفوه يضيفوه كطلب يعني مش هدرسنا على اساس انه يكلموا حد ايه ايه كانت تقدر تكلم حد وتشوف احسن لكن انا بعدين نحاول مع الدوكر كورس احتمال كبير نديره هو يعني يمكن نستعمل الانجينكس هو الاكزامبلز كلهم في الدوكر يمكن عادي يعني ما حطوا الكونفجريشن بتاعه شويه مش هلبة مش زي الكونفجريشن اللي بديرها في البرودكشن بحكم الوقت لان الدوكر كورس حتى هو هنا موجود اوتلاين بتاعه محدد من قبل هو بين هو الدوكر نشوف كالوقت شوي نزيدوا الوقت ما انتوا ضروري تحددوا تو حددوا متطلبات بعدين نعدل الاوتلاين يقبلوه على طول مهم جدا مهم لكن ما فيش هوست اي حاجه هوستنج او ويب سايت ولا لا 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 انت بدي هنا ناخذه في الدوكر ناخذه كيف نحطه اي كونتينرز او نجينكس وخلاص هذا بناخذه في الدوكر بنخش من الدوكر كنترول نفسه بنروح في الدوكر كل شيء كل يعني شوف هذا الاوتلاين بتاخذ انتدكشن للدوكر خلي احنا ناخذ الاوتلاين بتاع الكورس اللي توه ونعطيكم اللي بعده طول بعدين ناخذ مونت اند بارتيشننج كيف دير مونت ستورج وان مونت اوكي نتورك ستورج نفس الشيء لكن كستورج بالنسبه للماونتنج والبارتيشن جميع الدستروز لا ديبين ديبين بس ايه ما هو يختلف ما يختلفش هلبا هو مش هلبا هو لكن يختلف من دسترو لدسترو بقى في 1000 دسترو نعطيهم كلهم لا مش كلهم حسب المشهور على مطلع يعني يقدر يشوف ايه مثلا ديبين سنتوس مش ديبين نعم كورس لينكس ايه ايه لكن احنا ماخذين سبيسيفيك دسترو بنخشوا به هو very very similar. إيه لكن سنت تشير على ديبين على البونتو لأنه هو نفس الشيء ديبين البونتو نفس الشيء. إيه. أقل حد تكسيم تابس. إيه. بارتيشن إس دي إيه وديبين. هو أظن نفس الكومنت بالضبط بالنسبة لحاجة. لا. أظن. تنشوف نقوله. يرد عليك شالغضب.
باذن الله باذن الله. وبعدين بعد ما ناخذ ماونتين بارتيشن ناخذ نفس الشيء للنتورك ستورج اللي هي زي الان اف اس وحاجات اخرى. ناخذ اس اف تي بي وان اف اس. سامبا ما ضمنتش سامبا بعدين بناخذ سيرفيس سيستم دي زي امس لما خدمنا الكرون سيرفيس فيري ايزي. بعدين بناخذ ادفانس شيل سكريبتين نفس الشيل سكريبت اللي خدناه قبل بنزيدوا عليها شويه واي لوبس وحاجات زي هي بتعقد شويه فلاكس اوكي ونطلع منها باذن الله سيشن واحده. بعدين بناخذ كيف نديروا سكيور لريموت اكسس بريموت اكسس قصدي اس اس اتش كيف نديروا سكيور اس اس اتش يخدم ب نعم ريموت ديسك توب تقدر تديره عن طريق الاس اس اتش. بنوريك الطريقه طبعا ريموت ديسكتوب مش سكيور في ان سي مثلا ان سكيور مش سكيور بكل ضروري تستعمله عن طريق الاس اس اتش تنل حناخذ كيف نديره الاس اس اتش نعم نعم بعدين حناخذ نبدا هيك على لينكس فاير وولز يعني كيف نفتح البورتس اللي بيهم ونسكر الثانيات نعم سي لينكس كيف سي لينكس ناخذه لا اس اي لينكس لا 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 ناخذ نيكس فاير وولز اليو اف دبليو مثلا يو اف دبليو بس وبعدين حنستعمله اللي اخذناه كله باش نحاول نديره سيستم يكون باذن الله سكيور عنده يعني يحل لنا مشاكلنا احنا ونطي مور ما فيش اي يعني ادد فولنربيلتيز وهيكي يعني الحاجات اللي المفروض نسكرها حنسكرها باذن الله باش نديره سيرفر متى يكون حتى موجود على النت وما فيش اي مشاكل باذن الله. بعدين قلت تبغوا تشوفوا الاوتلاين تاع دوكر فور لينكس اللي هو بعد اسبوعين حيكون عندنا انتدكشن تو دوكر كيف نزل دوكر فروم تست سورس زي ما كنا ننزله في ديبيان فروم تست سورس. بعدين بنشوفوا بيزك دوكر كوماندز. بعدين بنخش على دوكر ايمجز كيف نديروا ايمجز كيف نجيبوا ايمجز من دوكر هاب ومن مكانات ثانيه. بناخذ على دوكر فايل كيف ندير دوكر فايل شنو هو دوكر فايل من شنو يتكون. وبعدين بناخذ دوكر رن كوماند اللي تقدر تدير به اي حاجه للكونتينر. لكن بعدين بناخذ ايام الفايلز كيف ندير نفس الشيء اللي ندير فيه في رن لكن يكون مور دوكيمنت يكون فايل واحد يوصل المعلومات كلها. وتقدر تديرها مثلا في سيرفرز في جيت سيرفيس او حاجه زي هي وتنشر على سيرفرات ثانيات او غيرها من الحاجات وتقدر تطور انت وتيم وحاجات هذه زي سوفت وير لكن دوكر كومبوز. يعني الحين بنستعمل معلومات اللي اخذناها في ايام الفايلز في دوكر كومبوز. وبعدين حناخذه على ستورج ونتورك كيف نحط ستورج ونتورك ناخذ الماونت والبارتيشنز للدوكر نفسها كيف ندير لها ماونتنج نكبر ماونتنج بس احنا علاش خذنا الماونتنج والبارتيشن فوق؟ لخاطر انت بتديرهم في الهوست سيستم وبعدين بتحطه في الدوكر اوكي انت اوريدي يكون ماونتد بعدين تحط كونتينر عندي كونتينر مثلا دعم اللي بنزيده من السيرفر نفسه كيف نزيده كيف ندير له بارتيشن كيف نزيد الباقي ما على حسب انت السبيسيفيك سيناريو اللي انت فيه هذا هو انت مش انت ما ضروري تفكر في حاجه اسمها ابستراكشن في لايرز بيلت اون توب اوف ايتش اذر عندنا اللينكس سيستم هنا هو اللي بناخذ عليه الماونتنج والبارتيشن والحاجات هذه فاهم دوكر مجرد بيستعملهم بس يعني هنا لما الدوكر يستعمل في فوليوم معين فيه ستورج معينه مش حنعدل الستورج هذيك عن طريق الدوكر نفسه حنعدلها عن طريق السيستم هو السيستم ودوكر يعني السيستم يعني نحكي هناك كونتينر خلينا من الدوكر كيف السيستم انت قلت الستورج تعبت ولا لا الستورج بتاع الكونتينر ما المركب على السيستم مركب سيستم هاي فص كونتينر على السيستم بتاع السيستم معناها انت بتعدل من السيستم مش من دوكر اكسام سنتيج كونتينر تمام مش مركب في سوفت وير تمام مثلا السوفت وير هذاك تعبت الستورج بتاعه هو ما عندهاش ستورج ستورج تبع الهوست يحجز ستورج كل شيء تقدر تدير له ليميت الا ستورج ستورج تبع الهوست في سؤال ثاني مطلوب في الستورج في مثلا داتا بيس سكيورز كذا نبي داتا بيس نخزنه في الفايل سيستم يطلع له في الفايل سيستم مش في الوورد ما فهمتش مثلا خلينا نقول ناخذ مثال داتا بيس فات الداتا بيس بين نشوفهم انا عندي مش يكونوا كفوليوم ربي يكونوا يخزنوا في الفايل ايه حناخدوه بالظبط حناخدوا كيف نديروا فوليوم وكيف نديروا في الفايل في فولدر خلاص بالظبط ما حناخدوه دوكر كومبوز هل بتعرف يعني اكسترنال انفايرمنت فاريبلز ولا كيف؟ ماشي شنو هذا؟ دوكر كومبوز ايه فيه انفايرمنت فاريبلز فاهم في اللي يديروا داخل كومبوز وفي اللي برا
حناخذ داخل كومبوز. انا ما فهمت. تمام. احنا بدك تطلع ستاتس تاع الرننج بتيرن سي بي يو ميموري هذا سيف ولود كوماند. كيف دير سيف ولود اللي كونتينرز اوكي باي النتورك؟ كيف نخلي الكونتينرز ندير مانج النتورك حتى الكونتينرز ايه حناخذ حاجه زي هذا حناخذ على النتوركينج. كيف دير كيف دير سيرفيسز موجوده متكونه من كذا كونتينر حناخذوهم حناخذ يعني زي ستار وحناخذ كيف ندير نتورك كيف تعطي اي بي ادرس وكي داخل الفيرتشوال نتوركس اللي داخل دوكر تضل معاه هو كيف عنده يعني حناخذ كيف ندير ايسوليشن للحاجات اللي بدير ايسوليشن كيف تخلي حاجات تقدر تتصل بها بالضبط اوكي حناخذ دوكر ريجستري ليه بدير زي دوكر هاب بروحك بس يعني يكون مور سكيور مثلا عم ناخذ شويه تولز زي الدوكر زي الكورتينر بس يعني زي قوي تدير من مونيتورين في فيتشرز ثانيات احنا حنعملوا لك تريح المونيتور يعني انت لما بتتغير بدك تستعمل دوكر فايلز ودوكر كومبوز وبعدين حناخذ سكريبت الدوكر كوماندز كيف نخلي كوماند يعني حاجات بتستعملها بعدين في الابديت كيف تطفي كورتينرز ولا سيرفيسز ستاكس وتولعها حاجه زي عن طريق سكريبت اوتوميشن حاجات هيك للابديت استنى هذا الاوتلاين بتاع دوكر فور لينكس هذا الاوتلاين بتاع جنو سلاش لينكس ليفل 2 في اللي سالني شو كنت تشرح بكري بكري اخذنا على كيف يعني تذكير بس على المانول تذكر فيه مانول تفتح مانول تطلع لك معلومات خاصة بالبرنامج اسمه ديسكريبشن بتاعه اكزامبلز على استعمال وغيرها من الحاجات اكزيت ستاتس بتاعه وشن يعني هيستوري اوترز وحاجات زي هيك اخذنا كيف تخش لما انت تبي تحصل دوكيومنتيشن تمشي لنفس الموقع بتاع دوكيومنتيشن لأي حاجة تبقى مثلا احنا بندور الدبيان ومن بكري شوية الويب سايت ما بقاش يخدم ما نعرفش عنده مشكلة في الدبيان ولا حاجة لا خدمته اوكي فتقدر تشبح يعني عندك installation guide frequently asked questions manuals وغيرها من الحاجات ديما ماذا بيك تخش على الصفحة متاع الاوتر الرسمي متاع المشروع متاع البرنامج اللي تقدر عليه بس حصل معلومات اكبر يعني انت مش حتديرها بس تحل مشكله معينه لما تحل مشكله معينه كده مرات تبحث في النت بس تديرها اسرع لكن لما تبي تاخذ فول بيكتشر ماذا بك تقرا من دوكيومنتيشن فهذه كيف تشبح دوكيومنتيشن بتدور على الموقع بتاع بتاع البرنامج نفسه اللي تبي تقرا عليه غيرك اخذنا كيف تستعمل اكس بي ار اكس بي ار هو evaluate expressions يعني باش ندير نستعمل فيه زي الكالكوليتر في التيرمينال في نستعمل في سكريبت او مش في سكريبت لان امس سالوني عليه XPR XPR فتستعمل زي الكالكوليتر لما تبي تدير حاجه زي معادلات طبعا كل شيء في المانوال موجود فيه اور اند مور دان ايكوالز وكذا اديشن سبستراكشن ملتيبليكيشن ديفيجن مود ريميندر ديسكريبشن اكسبريشن في زوز نعم في زوز شنو لا هو قصده ان النمبر 1 ونمبر 2 الاكسبريشن 1 واكسبريشن 2 النمبر هذاك والنمبر الثاني يعني زي تقول فاريبل استعملهم هو كتبهم هذا هو جابني بنوري حتى جي بي جي مره ثانيه لكن هنا ما طلع مش نفسه اللي في ديبيان في مستعمله هو
عندنا سيشن اليوم اول سيشن في جنوس لينكس ليفل 2 على تكست مانيبيوليشن. تمام كالعاده بنعطي سلايدز ورا بعضهم بعدين بنديروا عملي في الجهاز الثاني. اوكي هم عباره على 5 برامج ناخذهم. جريب تعرفوه من قبل، جريب بناخده كيف نستعمله بروحه احنا قبل نستعمل فيه، ياخذ في بايب اوتبوت من برنامج ثاني ويبحث فيه. بناخذ 2 كيسز فقط، كيف تدير اجنور الكيس وكيف تدير كاونت الاكورنسز، وبناخذ حاجه ثانيه كيف تبحث في ملف واحد وكيف تبحث في مجموعه ملفات في نفس الوقت عن طريق جريب اللي هو تستعمل فيه للبحث. حناخذ برنامج اسمه اوك. اوكي اوك از سكريبتنج لانجويج يوزد فور مانيبيوليتنج داتا اند جنريتنج ريبورتس، يعني فصله سكريبت لانجويج، يعني هو يعني ممكن استعماله معقد شويه، يعني انت ديما تبي يا بتقرا عليه مليح باش تحفظه مليح يا بتستعمل يعني على حسب الكونديشن بتاعك. كل ما تصير لك حاجه تبي تستعمل فيها اوك يمكن ترجع للدوكيومنتيشن تقرا عليه والمانوز وتستعمله تشوف شنو يمشي معك وتديره. بالعاده ممكن تديره في سكريبت بيخدم ديما، ممكن يعني مش مشكله كان صرفت عليه شويه وقت باش درته يعني كوماند مليح باش يقعد يخدم لك ديما. تستعمله مثلا تقدر تعدل به تكست وتقدر تطلع به تكست وتقدر تدير به يعني كذا حاجه تشوفه احنا. انا حطيت لينك هنا من توتوريالز بوينت فيها مجموعه كبيره من الاكزامبلز اوفر 50 اكزامبلز. ناخذ برنامج ثاني اسمه سورت. سورت كوماند يرتب باي ديفولت يرتب حسب الالفابيتك اوردر. Okay, sort command is used to sort a file arranging the records in a particular order. By default, the sort command sorts file assuming the contents are ASCII 2, are ASCII. Using options in the sort command can also be used to sort numerically. And few options then yet they're sorting numerically. As it's here, تقدر يعني فصل flags بس تفوت ال white space وحاجة زي هيك. يعني زي ما يقول زي ما الاسم implies إنه هو for sorting purposes. ناخذ set command. set command يكون my favorite command في التكست، يعني انا ممكن نستعمل فيه real life باش نعدل links في HTML pages. نعطي مثلا لما ندير update مرات انا عندي مثلا في موقع ديبيان لما بتحطه لما يحط version جديده يبي يعدل في HTML وهيك ما تبيش مثلا تعطيها job لويب ديفلوبر باش يعدل وهيك، فانت بتعرف كيف شكل اللينك بتاعك وتغيرها بروح الابديت الليتست ابديت. يعني فيه باترن في التكست عن طريق باترن هو ندير اكستراكت تكست معين ونبدله بتكست ثاني. في العاده نستعمله فيه باش تحط تكست بكانتكست. تمام انا نستعمل فيه باش لما ندير ابديت للسوفت وير بتاعي ينحي اللينك الاول ويحط لينك جديده. تمام حتى هو معقد شويه احنا حناخذوا الاوبشن هو فقط دور سترينج وتعطيه سبستيوشن بتاعه في فايل معين. في لينك هنا فيها مجموعه كبيره من الاكزامبلز اوفر 50 هو سيت اور ستريم اديتور اسمه ستريم اديتور تيكس انبوت از ا ستريم اوف كاركترز اند بيرفورمز فلترنج اند تكست ترانسفورميشنز ديليت سبستيوت اند ريبليس اون ذا سبيسيفايد تكست يو كان يوز ات ان ا سكريبت اند اديت فايلز نون انتراكتيفلي هنس ذا موست بيزك بيربز اوف ذا يوتيليتي از ا سبستيوشن اوف ستريم كاركترز. يعني اهم بيربس لي هو تغيير الكاركتر زي ما تكلمنا قبل شوي. في برنامج اسمه كات. كات شنو يدير؟ يعطيني اني نقدر عن طريقه نختار مثلا بايتس او كاركترز. طبعا انا عندي فايلات ممكن يكونوا كبار كلهم فيهم مثلا فورمات معينه، مثلا انا بطلع حروف معينه او بايتس معينه نبي نعرضهم في قائمه وما بيش باقي التكست، فنستعمل برنامج اسمه cut. cut is another command line utility that cuts and extracts or extracts parts of text from a line or file. It cuts the text based on a specified field character or byte position and pipes the result to the standard output. يعني بيعطيني الاوتبوت في standard output هنا and it's my job to redirect it to a file كان بها تمشي في file أو pipe it to another application, another program. اوكي بنجو توا ديرو نحاول نطبقو كوماند زعما في
Debian installation. هذا اللي قلناه أمس. تبي نديرو اكزامبل على جي بي جي قبل ما نحاولو. دير جي بي جي داش اي وتحط الفايل اللي تبيه يدير انكريبشن سكند جي بي جي داش سي داش سي جي بي جي داش سي وتعطيه اسم الفايل وطبعا تقدر تعطيه تكست دول يعني هنا خلينا نجي نكنسلها هنا نجي جي بي جي داش سي يعطيني نكتب بعد بس. تقدر تعطيه مثلا طبعا جي بي جي هو جنو برايفسي جارد هو اوبن سورس ريبليسمنت اوف بي جي بي سوفت وير كان موجود في نهايه التسعينات المان و يعني منتج عن طريق الفري سوفت وير فاونديشن تقدر تقرا المانوال بتاعه Take warnings. This is a good password for user account. Make sure that all security issues are always fixed on your machine. We might need to use Samlu, but we basic encryption, AES encryption for a file. Or we might need to write a password. Can I name? I don't have a strong system. I don't have a graphical user interface. I need to write a terminal. مثلا ندير أنا password مسارات 123 كتو عندي 2.gpg هنا طبعا زي ما تكرر اش هنا امس عندنا لما تجي دير جي بي جي داش دي 2.gpg حيدير لك ديكريبشن تول على عشان خاطر في حاجه اسمها جي بي جي ايجنت يدير في كاشينج للباسورد هو في السيشن هذه لندير لوج اوت نجربه في مكان ثاني يمكن لا ما نعرف مش الفلاك دي شلون فلاك دي ديكريبت وفلاكسي فلاكسي انكريبت والانكريبت هي سيمتريك انكريبشن يعني الباسورد نفسها اللي دير فيه انكريبشن يدير ديكريبشن بعدين بي اي اس يمكن يكون اي اس 128 لكن في الحاله هي اي اس 256 اللي هو ادفانسد انكريبشن ستاندرد تمام لما تبدا دي ديكريبشن دي ديكريبت والسي انكريبت بالموضوع هو تقدر طبعا تستعمل بابليك كي تستعمل كي ايجنت ودير بابليك كي وتستعمله باش يبدا بابليك كي كريبتوغرافي مستوى اعلى من الانكريبشن شويه لكن هذه لما انت تبي تستعمل المسجنج زي في الايميلز باش الايميلز احسن انك تستعمل بابليك كي انكريبشن باش ما تضطرش تبعت الباسورد للشخص الثاني فانت بتاخذ بابليك كي نتاعو وبياخذ بابليك كي نتاعك وتبعتوا لبعضكم بطريقه هيك هو يستعمل باش يصفر حيستعمل جي بي جي انتوا زوز حتستعملوا نفس الشيء شوف لازم نفس البرنامج ايه تستعمل نفس البرنامج تقدر تستعمله في بابليك كي وبرايفت كي بيرز باش ما تبعتش الباسورد اوفر ذا نت تمام بطريقه هي بتبعت باسورد اوفر ذا نت
تريد عادي مش نفس الدي جي بي، في حتى الثانية تقدر من تعرف الكريبشن شنو هو الكريبشن بتاعك وسيكرت ديل الكريبشن تعرف تبي تعرف بس ايه هذا سيمتريك انكريبشن اللي درناه تو. لا لا خلينا من هذا نقطة انت زي ما قلت انت الثاني دول يكون مستخدم بي جي بي جي بي جي مش لازم نفس البرنامج مش لازم نفس البرنامج المهم نفس الطريقة لا مش لازم نفس البرنامج انا بقولك هنا مش شرط هذا مش لازم مش شرط مش شرط المهم نلاقي يستعمل في نفس الالجوريثم بالضبط كيف تعرف انه يستعمل هو كده بتتفاهم وانت تقول هو مشفر اصلا انت شو مستخدم مش عندك يعني برامج زي ما هنا قلت اللي حاطه بتاع الانكريبشن اس تقريبا 256 هو غرض التشفير انه اي اس 256 الباس انكريبشن ستاندرد 256 هو هذا هذا هو اللي قلت يطلع طول كيف هذا طلع طول علاش على خاطر احنا عندنا جي بي جي ايجنت كاشينج ايجنت يدير في كاش الباسورد لما انت السيشن هي قاعده مفتوحه لين تسكرها فلذلك نبي نجرب من هنا يمكن من هنا يمشي من غير ما نضطر ندير لوج اوت لا ما ضروري دي لوج اوت قبل في كوماند في فلاج ديره يخليه ما يديرش كاشي طبعا انا مش حافظه بتجي فلاج كاشي عندنا انا كنت نعرف انا باي ديفولت 128 تو لقيت انا باي ديفولت ولا 256 يعني في تغييرات احيانا تصير حسب الابديت نو سمكي كاش يعني هنا خلي نحاول ندير له انكريبشن مره ثانيه داش سي داش سي هي معناها سيمتريك انكريبشن اللي هو الانكريبشن اللي درناه تو فيه غيره لكن داش دي ديما نفسها ديكريبت نو سمكي كاش على نشوف فايل ثاني سي ار مثلا بيت بيعطيني شنو هو الباسورد مسيرات 1 2 3 مسيرات 1 2 3 وهيك ولا عندي الاس سي ار دوت تكست انكريبتد جي بي جي انا تو لما ندير له جي بي جي داش دي سي ار ذا تكست ذا جي بي جي يطلب مني باسورد انا هيك مش كاشت اوكي هو طبعا علاش ما يديرها في كاش في الاول لانه هو مش ديزاين باش يحميك انت من يحمي الفايل منك انت هو لما هو مستعمل باش انت تبعتها في الانترنت وفي الترانزيت يكون سكيور ولذلك هيك يخدم باي ديفولت طبعا تقدر تغير اي حاجه تبغاها هيك بقى مكتبة باسورد طالع بقى طالع انه هو كان انكريبتد ب اي اس 256 وهذه هي الديكريبتد فاليو تقدر تدير لها فلاكس ثانيين باش تدير لها اوت في فايل وهكذا طبعا كيس هي انه هو تكست كده لما انت كان بتدير ديكريبشن لصوره ولا لحاجه هيك مش حتبش تعرضها في السكرين في فلاكس وفي ارجيومنتس لكل شيء انت ضروري تدور تقرا مانوال للسبيسيفيك كيس بتاعك انت فهلا كان السيمتريك مش سيمتريك بتستعمل كاتب نعطيك اكزامبل تعطيها لك لما ناخذه على السيتش لما ناخذ سكيور ريموت كونكشن لان هذاك الوقت حنبدا نستعمله في كي اتش من نيبو كيز بابليك كيز يعني تو ممكن بالله التطبيقات شويه الموضوع مع ان حاجه تكون خطا اوكي مش هيك مش حيمشي معك الفلاج دي بعدين يمشي يمشي ايه يمشي لكن هو ضروري يعرف الكي وين بتاعه ايوه الكي بتاعه طبيعي اوكي والكي نفسه حتى هو بتحميه الباسورد يعني انت تدخل الكي وتكتب باسورد لكن ديما نفس الباسورد يعني بتحل لك جميع الوحدات هو بابليك كي وبرايفت كي انت بتفت لا الباسورد مين بتعطي الباسورد لان الكي نفسه انكريبت انكريبت البرايفت كي مش البرايفت كي مش البرايفت كي بتعطيه غير باسورد
في بازل في الكوريتم انت تبي تفك التشفير في العاده التشفير بالبرايفت كي بتاعك تو الوقت تبي دير بازل لك البابليك كي تحطها من بازل عادي لكن تمام هيك احنا نكون كملنا ال في 1 100% نبغى تو ناخذ برنامج جريب امس درنا لوج هنا سكريبت لوج تعطيني الجريب نعم ايه نكتب مع الجريب لاول سلايد انا فايل هنا ما شاء الله كبير قاعد يخدم اوتوميشن تمام نبغى نستعمله جريب بس نبحث على فايل معين طبعا تقدر تشبح المانوال لاي برنامج ثاني تشبح مانوال تاع جريب print lines that match pattern specific feature تاعنا هو يبحث على pattern ويطلع ال output بتاعه عندك العديد من الفلاجز هنا نحن ناخذ ignore case هو نحن ناخذ count occurrences general output control count في حتى color ندير queue مش نطلع و نجي نستعمله grip نحن البرنامج هو اسمه الملف بتاعي احنا طبعا قبل كنا نديره فيه بالطريقة هذه اخذنا من قبل نديره في البايب في الجريب ونعطيه مثلا اننا بنبحث على مش هيك ما فيش كلمة نبحث على اكزت مثلا في هرب اكزت هتقول لي اكزت تمام تمام هذه من قبل مش يبدأ فصلها اكزت يعني هنا نكن ندير هنا واز في نفسه لان هنا اللاينز كلهم اللي فيهم واز نفس تاعت الاكس كان واز كان جي نكتب صفر حيعطيني حاجات ثانيه لان في اكثر من حاجه بس سلام طيب بنستعمله بروحه جريب مثلا نديرو داش سي 0 تو سكريبت دوت لوج انا هنا نبي ناخذ خلينا نبحث قبل بطريقه عاديه قبل صفر يعطيني نفس النتيجه من غير داش سي درنا جريب زيرو يعني هنا من غير ما ناخذ بايب من كات ولا من اي برامج ثاني نقدر نعطيه الفايل دايركتلي يعني هنا السنتكس هنا ندير جريب ندير الاول ثاني ارجمنت بعد جريب هي السترنج اللي بنبحث عليه ان ذيس كيس زيرو لان في هلبة زيرو في هلبة لان في زيرو وبعدين نعطيه الفايل نيم انا بحثت عن زيرو في الفايل نيم اي لاين فيه زيرو حيعرضه نديره احنا واز هذه ايدنتيكال اللي بكري واز اي لاين فيه واز هي تبع تمام مش موضح هاي لاين واحد هيك مهم يطبعوا لك وخلاص يطبعوا لك وخلاص تقريبا تقدر فيه كيف فلاكس تخليه يقول لك اما لاين يعني يعطيك اللاين نمبر تاع كل لاين لكن انا مش حافظه بصراحه تقدر تدير حاجه ثانيه فلاك داش سي فلاك داش سي المفروض يعد لي قديش في لاين وما يطبعهم ليش فعندي 12 لاين في الواز 12 لاين فيهم الواز يعني جيت هنا درت جريب هي الارجمنت الاولى اللي هي اسم البرنامج الارجمنت اللي مش ارجمنت هي الفلاج سي شورت فور كاونت بيعد لي لاينز بس شنو هو اللي بيبحث عليه بيبحث هنا على الارجمنت هي هو في الاول يبحث بعدين انا قلت له اعطيني عدهم لي بس ما تعطينيش الارجمنت كامل على طريقه الفلاج هو فلاج هو يقول انا ما يطبعوا ليش يعطيني يطبع لي قداش في سطر فقط يطبع لي كل لاين داش ان شوي نكملوا ما عندك مشكله داش ان يعطيك ارقام السطور هو داش ان هو رقم السطور باه تو شوي بس المهم دير جريب الارجمنت الاولى الارجمنت الثانيه ديما الباترن اللي تبدا تبحث عليه والارجمنت الثالثه هي اسم الفايل تمام فلاج سي تو كاونت نمبرز هونز قال دير داش ان هي رسمي هي اللي تعطيك اللاين نمبرز نتاع
اللاينز مرات انا نبي نبحث نبي نعرف نبي نعرف اللاين ايش رقمه في الفايل فهيك نعرف نبي نعرض الملف زي ما هو ونبي ندور لحاجات فيهم ايوه في اوك هنا هما فيهم كابيتال وسمول طبعا هو باي ديفولت كيس سنسيتيف فنبي ناخذ كيف نخلوه مش كيس سنسيتيف مثلا انا نجي نبحث على نخلوه داش ان مش مشكله نبي سن ما يطلع لي شيء نبي ندور سن هي سن دي فضروري بنعطيه فلاج داش اي اجنور شورت فور اجنور داش اي هيك يبحث لي سن حتى نعم يعني انا شوي بس هذا الملف عرضته زي ما هو ما بحث في شيء بالكات اوكي في سن في سن لكن فيها كابيتال بدايه تفهمت واوك حتى هي نفس الشيء شورت فور سندي اند اوجست فهي باي ديفولت كيس سنسيتيف فانا نزيدها فلاج اللي هو داش اي هو فلاج اي شورت فور اجنور معناها اجنور الكيس يقول لي كيس انسنسيتيف فلما نبحث هيك يطلع لي كان انا ما نديرش الاي هي مش حيطلع لي خاطر هو مش كيس انسنسيتيف مرات انت تبي تبحث على حاجه مرات ما تبيش يتفكر فيه الكيس تاع الفايل نفسه الفايل في سكريبت كيف ان انا نمشي على اللاين هذا يطلع لي فهمتكش زي كنترول جي في تعرفاش عندي مثلا فايل يعني سكريبت طويل فيه الاف اللاينز ايه ندور في كلمه معينه وندور في شرط معين بالسكريبت هو ايه تمام طلع لي لاين مثلا 45 اوكي في كيف نمشي الفايل هو اللاين هو بالضبط يعني تستعمل لس لستو لس لس ال اي اس اس لس ايه في لس لس في لس بتاع بيمشي لل لس في كوتو لاين يعني دل... نعم فيها كوتو لاين لس بس فيها حتى يمكن لكن نانو اديتنج انت مرات ما تخاف تعدل الحاجه بالغلط هو لا يبي يعدل انت تبي تغير نانو نانو دي ويرز وتحط نانو نانو نحسب كده تبي تعرف فنفس الشيء اوغست مثلا نفس الشيء كان ديره من غير ما فهمتكش الناي مثلا داش الناي على حسب البرنامج اظن يخلها بدي هيك اوضح لك بس كان احنا ناخذ كورس لكن انت يمكن في الاستعمال يمكن هيك اسرع لك زي ما قلت انت تمام وزي ما قلت اكتب لي اي حاجه ثانيه بتزيد تقرا في المانوال المانوال احنا فيه الفلاكس نعم الكونتنت فاست فايل فاست دايركت تبي تحت في دايركتور كام حاضر تو بنديره تو بنديره انا بنوريك انها تقدر تبحث على باقي الفلاكس اللي هم فتحت اوبشنز في ومقسمات انا جينيريك بروجرام انفورميشن تقدر هيلب باش يوريك اليوسز مسج و تقطع فيرجن تاع في باتن سينتاكس اكستندد ريجولار اكسبريشنز وهكذا فيكس سترينجز والعديد من الحاجات انواع ثانيه من الريجولار اكسبريشنز تقدر تجيب باترنز من فايل وتبحث عليهم كلهم اجنور كيس نو اجنور كيس لكن هي ديفولت هي ما انا المفروض مش لازم يعني اديرها مش مدارينها حتى اختصار هي لان انا انفيرت ماتش انفيرت السنس اوف ماتشين يعني تجيب الحاجات اللي مش اللي مش طالعه select only those lines containing matches that form whole words whole words يعني يمكن يكون بقى قبلها سبيس اوكي هسه هي بس في either at the beginning of at the line or preceded by a non word character similarly it must be either at the end of the line or followed by a non word consonant
constituent character. المهم حاجة زي space اوكي بس تعرف ان هذي كلمة هذاك option word dash w word regular expression وهكذا في مجموعة حاجات في general output control زي اللي خدناها تو account suppress normal output instead print account of matching lines في color surround the matched non empty strings matching lines context lines file names line numbers byte offsets وهكذا for fields or groups with escape sequences to display them in color on the terminal. وهكذا في مجموعة كبيرة من الكوماند في من الفلاجز. في كيف نستخدمها للاس؟ الاس تقدرها بايب في الجريب. الاس. الاس كذا كذا تقدر تستخدم جريب براحتك زي التو تقدر الزوز احنا واخدين هذيك من قبل الباي هذيك من قبل نعرفها لكن بالعكس بالجريب وبنجيب الليست بتاع الاس كيف نستخدم انت بتحطها في الليست مش الاس الاي اس اس لا دايركتريز اللي بتدير جريب للدايركتريز بالعكس انت بتحط الليست قبل الاس وبعدين بايب للجريب ما تمشيش العكس لا ما تمشيش بالعكس ما دزنت ميك سنس الاسم الاسم ياخذش في حاجه ياخذ يعني بتعطيه حاجه بيدور بياخذك انا دايركتري بيدور على اساس دايركتري بعدين بيقول لك فاهم فمش حتمشي الامور لما جربوا داش فيه داش فيه المفروض تعطيني بالعكس حاجات ما فيهاش اوجست تمام لا كويس داش كان اكزامبل يعني ريجولار اكسبريشن ولا انا ما استعملتهاش هنا الحق في جروب عشان نقول بصراحه انا ريجولار اكسبريشن ما استعملش فيه ديما نستعمل في تولز اونلاين تعطيك تساعدك في الريجولار اكسبريشن في البراوزر هي هو الريجولار اكسبريشن نكتبه بدل الكلمه اللي نبي نكتبها ايه لكن في اكثر اوبشنز هنا مان جريب باترن سينتكس اكستندد ريجولار اكسبريشن انتربريت باترنز از اكستند از اكستندد ريجولار اكسبريشنز دير داش اي داش اي كابيتال في fixed strings basic regular expression هنا interpret patterns as basic regular expressions dash g capital g طبعا flags حتى هما case sensitive يمكن مش متأكد صراحة في pair regular expression يعني في كذا نوع من regular expression تستعملها يدير e patterns تاخذها من فايل كيف تنكتب هي؟ شنو هي؟ صيغة شنو؟ طيب غير الريجل اكسبريشن نفسها دي سلاش اي ونكتب الريجل اكسبريشن طول ولا في يوز باترنز از باترنز هذا هو باترنز الريجل اكسبريشن اي كابت هنا احسن في الاكسندر وفي غيره في فيكس سترينج في بيزك ريجل اكسبريشن اظني هذا هو اللي تدور فيه انت ولا؟ داش جي قلت لي تبي تفلتر الاوتبوت مال الاس ولا؟ الاس داش لا مش هيك نحسبها في طريقه ثانيه تمشي انا مثلا نبي ندير الاس داش ال ونبي نبحث في داخل الجريب على حاجه اي حاجه دوت تكست يا باشمهندس نعم خلينا نجربها بس هيك قلنا ريجل اكسبريشن باه على الجريب اي مثال اي مثال باه باه تمام تمام
قال هو يستعمل في ياخذ في ثلاثه حاجات، ياخذ في بيزك واكستندد وبيرل كومباتبل ريجكس ريجل اكسبشن حاجه تنبيذ اه ريجل اكسبشن اللي كانت بان خلوه في نهاية السيشن. اوكي اوكي انا بحثت درت زي ما قلت انت درنا الاس ادي قصدك. لا لا انا بالكلام استخدم قرب لا حسب تمشي ما تقدرش. لا لا ما تقدرش الاس ما دخلش الاس في حاجه واحده. لا ها الاس بتعطيها دايركتوري بات فقط يعني انا كنت بدير جريب قبل جريب اصلا مش حدير له اوتبوت من غير تكست من غير ما نعطيه فايل يعني جريب ضروري نعطيه فايل مش دايركتوري نعطيه فايل جريب دايركتوري ما ياخذها جريب ياخذ قصدي كان تبي تبحث في جميع الفايلات اللي غادي خلينا ناخذ كيف نبحثوا في جميع الفايلز مثلا احنا نديروا جريب نبي ندور في الكيس ونبي نبحث على كلمه مثلا اوب في جميع الفايلز ندير ستار دوت تكست مثلا او ستار فقط. اوكي اوكي طلع لي هم كلهم وفي الدايركتوري يقول لي الناس الدايركتوري هز الايرور ما يطلعش فشاف لي جميع الفايلز اللي هنا اللي يدور لي الاوب وينه نفس الوقت هيك نبدا ندور في جميع الفايلز اللي هنا نقدر ندور مثلا في سلاش هوم سلاش سفيان ستار حتى ما فيش حاجه في اوك غادي مثلا نديروا حاجه اسهل اي بس سلاش ستار معناها الجميع نديروا مثلا دير 1 هي نفس اللي هنا بالضبط لما دير 1 سلاش ستار نفس الستار اللي هنا ف شوي بس يعني هنا مش درت قبل شوي ستار بس ستار معناها هنا الفايلز اللي في الدايركتوري اللي عندي هنا كلهم ببحث فيهم مره واحده لان تو سندر درتها نفسها لكن بابسولوت باث يعني تقدر تبحث في اي باث تبي في اي دايركتوري تقدر تبحث بالطريقه هي انا درت سلاش هوم سلاش سفيان سلاش دير 1 سلاش ستار يعني جميع الفايلز اللي داخل دير 1 نبي نبحث فيهم شو ندور؟ ندور في كلمه هي طبعا هذا لازم يطلعوا لي هلبه ريزولتس اكثر من مره الاولى مثلا ندير اوب حيطلع لي همام تاعت اللي في اللوب هذوك واي دايركتوري حيقول لي هو دايركتوري ما نقدرش نبحث فيه حيعطيني هيك ويمشوا جميع الفلاكس الثانيات مع اللاين نمبر وهكذا ويكتب لي قبلها في الفايل هو يكتب لي في الفايل لاين نمبر بعدين سترينج نفسه اللي لقاه وهكذا تقدر تبحث كيف اسم الفايل يعني انت فلتر الاوتبوت مثلا انت تقول شو تقول في اي يو جي ايه طلع لي اسم الفايل بتاعها اسم الفايل اسم طلع لي اسم الفايل بتاعها كيف اكيد فيه اكيد فيه انا ما صدق ارى كابيتال امشي ما اني شو نديروا بها كنا بس طلع لنا نمبر انت ما تبيش لنا نمبر باه الاسم اسمه طلع اسم فايل بس يعني كل الفايلز اللي فيهم ال 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 التكس أو كويس يعطيك كل الفايلز اللي فيهم ال التكس اللي نبحث عليها أنا ما طلعكش التكس نفسه هي أنظف شوي بعدين تبحث براحتك كل واحد كويس كويس تقدر تقرأ في المان جريب كالعادة داش آر كابيتال Thank you.
السمول فايلز ويذ ماتشز سبريس نورمال اوتبوت انست برنت ذا نيم اوف ايتش انبوت فايل فروم ويتش اوتبوت وود بي نورمالي هاف بين برنت. يعني اي فايل يمكن يلقى منها ماتش بيكتبه يعني اللي هي مش الار ار شو ندير. هو هذيك بعد كتاب القسمة ال دي ريفرنس ريكورسيف ريد اول فايلز اندر ايتش دايركتوري ريكورسيفلي. داش ار هي كان في دايركتوريز فصل الدايركتوري هو بيزيد يبحث في الفايلات اللي فصل. يعني ما ليش علاقه باللي كنا احنا نبغى نديره. يعني انا هو المفروض يعطيني نفس النتيجه حتى من غير الاراهي. هو حيقول لي ان في دايركتوريز لان لما درت ريكورسيفلي لما تدير الار مش حيشكلك من انه في دايركتوريز حيطلع لك في دايركتوري 1 بس وحيشكي من اي دايركتوري يلقاه. لما انت تدير ريكورسيف هي مش حيشكي من دايركتوريز بالعكس بيشوف فصتهم وكان في فايلز فصتهم فيبحث فيهم حتى شيء في اي دايركتوري موجود في السيستم. اللي مش موجود في السيستم موجود داخل التري بتاع الدايركتوري. هو طبعا ما تبيش تبحث في حاجات فيهم ايمجز وهيوج فايلز لان هو او تقدر تديرها مثلا دوت تي اكس تي ولا حاجه جربوا دوت لوك اللوك يطلع لان هو في اللي نبحث عليه موجود في لوك فايل. ف يعني الاحسن تكتب مثلا اكستنشن او حاجه كانك انت مثلا تخاف توصل في حاجه فيها صور وهكي مرات يعطل. ف كيف تدير هذا بالنسبه للجريب؟ انت جربت نشوف يمكن نبي المال هذا المال والنفس ما قدر ما عرفتش المال المال والنفس بنطلع منها كلمه مثلا معينه بان هو برنامج لس نفسه تبي تشوف لس كلمة مان لس وشوف هو هذا لاش خلينا نحاول ندوره ممكن نلقاه سهل لس راين سيرش كيف بدير الجرب للمان تندار يمكن لكن يمكن يطلع لك صفحة الأولى بس ما جربت حاجة زي توم لكن جينا قال لك دير سلاش بعدين فولد بعد باتر. أنا ليش هي اللي كنت تدور فيها؟ دير باري كيف تحتاج ماي؟ أنا تو فصلت مانوال. نبي نروح نخش في مان جريب. مان جريب. دير باي. دير سلاش شني؟ شني؟ سلاش الكلمة. شني الكلمة ندور فيها؟ مثلا داش ار المبكر. مثلا داش ار. زيل في ار. ومن داخل نفسه. زيل في ار. نبيع هيك السيرش بتاعها. اوكي فيعني دير سلاش وتبحث. مثلا نبي كلمة باينري هي اللي لقيتها قدامي. تطلع لي اغنور اغنور مقاشة نعم دي سلاش باينري طلعت لي هي نفسها فوق طلعوا لي جميع الاكورنسز مش تكست فايل يعني كول المانو ما نعرفش صراحة انت بتزيد تدور طبعا في هلبة اوبشنز انت تقصد تطلع منها كلمة معينة انت خشيت على المانو وانت بتبحث يعني لا تقدر تدير مان جريب وبايبنج الجروب نفسه الكلمه لا مرات هي طارق الصفحه الاولى بس كان كنت عمان والما يعني جربتك المصفحه مشيت يطلع فيهم كله يطلع يطلع دورت كلمه ما اعرفش في اكثر منها ولا ما اعرفش يمكن ماشي الحال حتى لكن هذه طريقه احسن اللي سلاش وسلاش قدام افضل نفسه سلاش اشهر يلقى كذا واحد صح نبغى كيف تبحث فوق ولوطه You can move pressing in وباك شو نسمعها الباك كابيتال ان يعني هيك تمشي ان تبحث كابيتال ان تركب فوق كابيتال ان تركب فوق والان العاديه تنزل لطب
كل سيرش ايه شكرا. بناخذ كوماند اسمه اوك. اوكي اوك برنامج كثير شويه وخاصه سكريبت لانجويج بروحه خاصه به ف باترن سكانينج اند تكست بروسيسنج لانجويج and temperature for the OAuth programming language. The OAuth language is useful for manipulation of data files, text retrieval, and processing, and for prototyping and experimenting with algorithms. It's a sequence of patterns, layers, and functions definitions. Short programs are entered on the command line, usually closed in a single quotation mark, to avoid shell interpretation. مش ما يخلاش الشيل اللي باش بيديروا فيه في بشمال. ف انا حاط لينك لتوتوريال على السلايدز سلايد نمبر 3. اوك كوماند انا تقريبا معقد شويه ودائما نحاول نستعمل كومبينيشن في سيد اند جريب اند حاجه ثانيه عندي احسن من اوك لان اوك زي ما تقول لغه برمجه بروحها فصل. خلينا نشوفوا مثلا خلينا نعرضوا ال لوج فايل. اوكي عندي مثلا في كولومز فيهم في سبيس بيناتهم يعني في كولوم هو بعدين سبيس بالكولوم الثاني نحاول نعرضوهم نعرضوا مثلا الثاني والثالث زي الاكزامبل هو عن طريق ديلا اوك دي سنجل كوتيشن ماركس على خاطر باش اللي داخل الكوتيشن ما يتنفذش عن طريق الباش فبدي لك سنجل كوتيشن ماركس باش ياخذهم الاوك فقط بدير كورلي براكتس وبتحط كوماندز زي كأنا ما نحفظش فيه بصراحه لان ما نستعملش فيه هلبة وديما نفضل في تولز ثانيات يعني زي ما قلت لك في هلبة حاجات ما تعرف بريفرنس في ناس تستعمل باي في ناس تستعمل نانو في كذا حاجه انت تستعملها مو عباره عن برامج فقط ف انا ما اعطيناش برنامج لما اعطيناش ملف نقول نعطوه ملف تو سكريبت لوك. اوكي هو سكريبت لوك مش فورمات مليح فلذلك ما مش اوبشن مليح يمكن نكتبوا برنامج نكتبوا حاجه مساويه شويه اوك اكس مثلا اوك اكزامبل نكتبوا نفسه هو عنده زي ستودنت و كورس بعدين درجه الفايل بتاعه في موضوع التاب هنا عنده كويس هنا عندي مش كويس لأن في حاجة غلط صدقني عندنا الباك سلاش مش كويس كانت مشكلة يعني هنا درت هنا طبعا دولار ساين 3 هي يستعمل فيها زي الباش بالضبط هو ثالث زي ما نقول رابع ارجمنت عنده هو يعني هنا الرقم فاته فيها شوي بس كانت او نديرو بلس احسن باش ما يغيرش ال قدام الشاشة شفتها هكي فايل هو شكله يعني عندي هنا صفر صفر واحد اثنين ثلاثة صفر واحد اثنين ثلاثة الحاجة ال زي الارجمنت في الباش يعني هو سيميلر للطريقة هذه فبيطبع الثالثة وبعدين بيدير تاب بعدين بيطبع الرابعة
هذا معناه ال يبدأ من الصفر عندك سيرت تدوري يبدأ من الصفر نعم ودنا سطرات شنو هو حط في موجودة في السلايد سلايد نمبر 4 طيبا تلقى أوك سلايد تلقى فيه لينك غادي فصل الإكزامبل هي أول واحدة فصل أكثر من 50 إكزامبل أوك فصل لغة برمجة بروحها يعني يمكن كل ما بدي حاجة بتبحث هيك أو يمكن تقرأ عليها يعني تأخذ منك وقت فيها ستيب ليرنينج كورف يعني يمكن كورس بروحها كان تبي تتعلم عليها بالضبط أنا بروحي ما اضطريتش أتعلمها الطريقة هي نبغى نجربه مثلا زيرو زيرو يطلع كله يعني هيك درنا من زيرو للفور نجربه من زيرو للون نقدر بس مهندس ننزل مثلا اي تي اي على السيرفر ونخدم على اليوتيوب اي تي اي ايه في اي ماكس ترمن اي تي اي الانتراكتيف ديفلوبمنت انفايرمنت نزل بيس كود مثلا هنا على السيرفر ونخدم بال ضروري عندك جرافيكال يوزر انترفيس في السيرفر هنا عندي نقدر لان انا هنا عندي جرافيكال يوزر انترفيس ديسكتوب نقدر نخدم بها عادي تقدر لكن قصدك انت تبي تخش ريموت يعني سيرفر وتفتح فيه سكود مش حتى عندي يعني ديسك يعني موضوع اني انزل اي دي اي معين ايا كان في سكود مثلا في الديسك بتاعك ايه ونخش نخدم باللغه هي مثل بروجرام لانجويج نقدر نخدم بها عادي ما عنديش فكره بصراحه ما عنديش فكره هو اوك احنا نستعمله فيه لتكست مانيبيوليشن السيشن هي تبع تكست مانيبيوليشن هذيك تستعمله اوك بروجرام لانجويج تامه ما نعرفش صراحه ما نقولكش هو فور باتن سكارن اند تكست بروسيسنج لانجويج هو في فرق بين هي تكون سكريبتنج لانجويج ولا بروجرامينج لانجويج هو قال لك اوك بروجرام لانجويج تمام اوك لانجويج از يوز فور مانيبيوليشن اوف داتا فايلز اند تكست ريتريفل اند بروسيسنج يعني هي زي البروجرام لانجويج لكن ميد فور تكست بروسيسنج ميك سنس شوف الكومبايلر لو قلت لك هي معقدة شوية لكن ضروري تعرفها هذا علشان هي included في السيشن ضروري تعرف ان في تول اسمه اوك موجودة يمكن انت تضيف حاجة ما تقدرش تديرها مثلا بالسد والحاجة الثانية ممكن تضطر تستعمل اوك لكن في العادة الاغلبية في مستخدم في بايثون تقدر تستعمل اي حاجة فيه هنا يعني كيف يقولوا فيها ميني ويست وسلايكات ومش عارف مو في هلبة طرق تديرها نفس الحاجة مستوى طايح شنو هي؟ اوك يا نلقى فيها هلبة الحق يدوا عليها هلبة الناس قصدي بس فيها هلبة ناس تستعمل فيها يمكن يستعمل فيها الناس القديمة شوية في الموضوع أكثر شو يستخدم فيها بالضبط؟ برنامج معين زي توك التكست بروسس التكست مانيبيوليشن مش برنامج موجود على النت لا ما مش خاطم عليه برنامج لكن خاطم عليها هلبة في تكست مانيبيوليشن فهذا ناس ضروري تعرفها بتشرح شوية أنا يعني جربت نغير في الكولمز هما هو في الاكزامبل نفسه ندير 3 و 4 اللي هو اللاين هو هيك دقيقه بس لاين هيك شكله في الفصل فايل ما فصلش الواحد الثاني يعني تمام يعني فصله اربع حاجات 1 2 3 4 يبدأ من الصفر ولا يبدأ من الواحد ما نعرفش بالضبط صراحة تقريبا يبدأ من الواحد ولا قسم فعلي كولم صورة وزورة لما يدير فريند زيرو يدير في جميع الفعل لاين شكله بعدك خلينا نجربه من مثلا نديره واحد هنا هيك يبدأ من الواحد معناه مش يبدأش من الصفر هنا هذا الأول وهذا اللي هو الثالث هنا الفايل هيك شكله واحد اثنين ثلاثة أربعة حط لي ثلاثة وبعدين حط لي الواحد هذا زي تو وده بناتهم تاب استعمله هو في العادة نعم نفتحه نعم ايه الفايل انا فتحته بالاسم بكري تبي نفتحه بالاسم تبي تغير عدل فيه يعني انت لا مشكور بح ايه هيك مكتوب هيك مكتوب هو احنا علاش جربنا قبل شوية دولار زيرو مثلا شنو زيرو برينت اون لاينز طلعت لنا برينت اون لاين تو كذا شفت باك سلاش تي تاب تاب ايه هذيك طبعها فور استاتيك بيربس كمنظر بس من الواحد طلع يبدا احنا علاش جربنا زيرو؟ لان سالني قال لي هل يبدا من زيرو ولا من 1 فجربنا اكتشفنا انه يبدا من 1 مش من زيرو ايه
دولار 1 اول واحده زيرو قال برينتين اون لاينز يمكن زيرو لاين كامل سو هيك 1 2 3 4 فلذلك لما انا جيت هنا وقلت اعطيني ثلاثة وبعدين دير ثلاثة دير واحد يعني خلينا نديره مثلا واحد واثنين فقط يعني الحرف الرقم والاسم والاسم يطلع هيك عندنا بناتهم تاب نقدر ننحيها تاب ندير حاجة ثانية مثلا انا نبني داش يطلع لي هيك البرنتسيس هذيك موجودة من في التكست فايل من الليبل يعني هنا يمكن تكون اي حاجة هذا ليش حطيت كلينك لان هي لانجوج تامة وستيب ليرنينج كيرف ما يقدرش يشرح كلهم فهذا لاش زي ما يقول انتري بوينت هي وتقدر تتعمق فيه كان تبي انا الفكره عليها لاش حاطه نبيك تعرف ان هذا موجود انه في حاجه ايه انه في حاجه اسمها اوبن ايه دولار 1 معناها ارد للعمود الاول العمود الاول دولار 1 العمود الاول وهكذا دولار 0 طال السطر كامل كم نختار سطور معينه في سيرش باترنز لما ندير صفر بيطلع كامل شوف تقدير الون وبعدين صفر صفر معنا باقي السطر كله هذا لاش تخبطهم بكري شوية هنا صفر باقي السطر كله فلذلك هو كتب واحد يدار شرطة وبعدين دار السطر كله كامل مثلا انا ما ندورش في الكورس شنو هو نبي الدرجة بس فيطلع لي رقم ودرجة مثلا انا ما ندورش في الرقم نبي الاسم يطلع لي الاسم بتلا شكي كويسة لما انت عندك فايل كبير فورمات معينة وتبي انت تطلعها فورمات تانية فادي اوك لكن هي هذا المستوى الكلمات ولا كانت الكلمة نفسها اللي بنجزاها في كيف في كيف لكن زي ما قلت لك انا بالنسبة للاوك نبحث على الحاجة شنية بالضبط يعني انت قلت manipulating شو قلت؟ وتنيه ذلك في التكست فايل. إيه مني التكست. تمام. مني بريت التكست لكن مش إنه بتسيبه في نفس المكان. بيعطيه لك الأوتبوت هنا وأنت تسيبه في تكست فايل. مثلاً أنا نقدر نزيد ندير ديركشن. مثلاً بنسميه فايل نيم سلاش جريد. تمام. دوت تكست. تونا لما ندير هيك نيم سلاش جريد دوت تكست يطلع لي هو اللي تو كتبه. ولا في فايل تاني. تمام طبعا البرنت هذه الحاجه هي اللي احنا عرضنا المدير ستيتمنت ثاني هم الاكزامبلز كلهم على حول البرنت في كاونتين اند برنتين في كاونت كان يدير كات انا هيك كيف درت كات كان يدير كات 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 نعرض بس انت قلت مانيبيوليتد فهمتني ايه مانيبيوليتد فايل ماشي بكل شكل عارف عارف انت تو انا درت انا غيرت الفورمات انا غيرت الفورمات تاع الفايل كات كات هيك ما درت شيء تقدر كات يعني لو احفظ شو انا ولا شيء اضغط على السطر الثاني غير ممكن تسال سؤال مره ثانيه طن سؤال ننقص له نقوي له ممكن باقي تمام نقصد انا شلون البرنت هنا الفكره بينها وبين الكات الكات طارد التكست فايل كامل تمام هنا البرنت انا حددت شنو نبي نعرضه تمام ما درتش مانيبيوليتر في ما هي هذه هي اسمها مانيبيوليتر تمام 100% متفقين فاني لكن البرنت هنا ما درتش مانيبيوليتر يعني نبي حاجه تدير مانيبيوليتر في الفايل شنو هي انا تو بنستعمل السد بندير بها مانيبيوليتر انا بالاول انا اذا بتقول سد هو ما في تول في تشينج تكست في الفايل نفسه اوكي با. لكن اوك ضروري تعرف شنو هو ضروري يعني في عدد كبير من الاكزامبل وهذه لغه كبيره بس ديب ليرنينج كيرف يعني مش حين تخش على كل حاجه وانا اصلا ما استعملت مثلا استخدموها بدل برنت بدل العرض هي الاوك نفسها لو في كاونت في لينك في لينك اوكي مثلا كاونت جربوا لينك قلت غيرهم لان اول حاجه كذا كذا لينت هذا تحسب لي عدد السطور المفروض تعدل طول بتاع مثلا السطر حاجه هيك تقريبا ممكن تعد لك عدد كبر ال ال شو اسمه كبر ال السطرينج نفسه مش ما يحفظش سهم ايه هنا اسس هي تغادي بالغلط ومساحه الفايل هذا كويس ما سكرتش ال اوكي Thank you.
امسح الدولار شوي بس هو هذا دارها من غير ال من غير الكورلي براكتس فياس كل براكتس يعني اعطى كل من سبرنت لاينز مور ذان 18 كاركترز هو اللينك ضروري تكتب لك قداش تبي مثلا انا نبي اللاين اللي ليس ذان قداش كاركتر هم 15 قول 15 15 نقولوا ما فيش اقل من 15 اقل من 10 ما في ما فيش اقل من 10 فنديروا اقل من 20 ممكن يتوحوا كلهم يبقوا حاجه فيها فرق 15 ها هو الوحيد اقل من 18 هذه لينكس فكي في يعني مجموعه كبيره من الكوماند بدك تستعملها يعني هذه لان يسموها لانجويج لأنها كبيرة اللي فيها عدد كبير من هذا في كاونت وفي لينك مولتي بيجز هو أصلاً ما يعطيش عمل في نفسه لكن لا لكن تقدر تخليه دير الريدايركشن في نفس الفايل نفسه تكتب لي تطلع اسم الفايل نفسه في حاجة كيف؟ تخزن نفس الفايل تعب تدير له ريدايركشن تدير له ريدايركشن لنفس الفايل مثلا انا نبي نحطه هو الوحيد ولا بنحطه في مكان الفايل نفسه هو يعني هيك بيمسح الفايل هذاك ممكن ندير له بند كان نبي تقدر تقريبا لينكد سبليت تقريبا حتى هي يمكن باي وفي حتى هي سبسترينج في الاوك نفسه الاوك استعمل فيه من قبل يعني هذا حاجات قصدي كومن يستخدم فيه زي مثل اللينت يطلع لك مش اللينت السبليت كيك سمه نجربوها نشوفوها فصل حتى اف وانس حاجه ايه فصل بس اللايك مش كله اف وانس واي تقدر تطلع اللي تبيه بشكل معين تبي تجرب اف ماتش غير اف ماتش ماتش اف تبي كولي براكتس برد عليك ماشي string اللي هو مثلا امين تحط كلمة حتى مثل حاجة مثل بي حتى برنت متى برنت السطر كله ولا في سنتكسيرو هيك أو شيء مش مبايب سنتكسيرو انت حاط زوز أرقي مثل هو برنت والفماش كيف الواحدة فوق بروح مثل فبديكش برنت انت عدول الزيرة مسحة دي رشين برنت باس على اي سطر لف تقريبا مفياس اللي يكون صلاة
لا نفس الف دايره نفس يعني الحاجه الوحيده اللي في البروكولي براكتس هو اللي كتبتها بروحه. ايوه ما عرفش البرنت هيك بديرها بس يديرها بروحه. في واحد يبي يدير نفس الشيء اوكي برنت النار تمشي مو انا ما نستعملش فيه هو هالبرا قصدي انت بتستعمل فيه وتبي تخش على حاجات انا ما قصدي مش حتى في السكوب تاع الكورس عرفت لا عادي مش مشكله انا بجرب مهندس ثاني بس شو تبي تجرب خلصت مصار استعمل السورت كمان اوكي سورت هي نفس السبب انا سورت سورت الجافا سكريبت بتطلب هيك ستف لي الملف كله الفابيتيكال اوردر الستور الفاضيات كلهم حطوا في البدايه بعدين بدي باول حاجه في الفابيتيكال اوردر اكزيت